مظبوط، لروح جبلكن المي كمان. يلا. جوري، ايه شو صاير لراسك؟ لا ما في شي، تفركشت ووقعت على الارض اختي، جرح راسي ولما شفت الدم. بس ما تكوني دختي. مظبوط دخت، فكرت حالي عموت ومثل الهبلة حكيت كل شي لواحد غريب. شو حكيتي؟ توليب خانم اجت من شوي وقاعدة بمكتب المرحوم ابوها، عنده ضيف. القهوة إلهم ما؟ ايه إلهم. اخذ لهم يا هانا. مستحيل، خالدة خانم بدها اياكي تطلعي على غرفة جهاد بيك. بالاول باخذ لهم اياها وبعدين بطلع. قلت لك لا، خلص جوري روحي هلا. الله يوفقك. انا فهمان عليكي توليب، بعد ما هربتي رجعتك ما رح تكون ابدا سهله. صح، بس ما قدرت اهرب لبعيد مثلك. تفضل. الحمد لله على السلامة توليب خانو. أنا ما قدرت شوفك بالجنازة لأنه بصراحة كان عندي شغل. أنور بيك يعني والدك كان غالي كتير بالنسبة لإلي ولعيلتي طبعا. أنا رح أتخرج من الجامعة هاي السنة وطبعا كله بفضل والدك. يعني أنا كتير فهمانة حزن حضرتك لدرجة. طيب شكرا إليك، فيكي تتركي القهوة وتتفضل. القهوة؟ إيه طبعا طبعا. ألو، كيف صارت أمورك؟ بس مرقت على خير مو؟ مظبوط. القهوة رغوتها زيادة كتير كأنه، بس على مسؤوليتك رح أشربها. هي مو شغلي. تمام تمام، فيكي تتفضلي. ايه ماشي. صحتين وعوافي. شو جابوا لعنا هاد؟ تبهدلت، تبهدلت على الآخر والزلمة بيعرف كل شي عني. مين هذا الزلمة يا الله؟ جوري، لك شو عم تعملي يا بنت؟ شو جنيتي؟ مين هو ضيف توليب خانو؟ هو يعني أنا شايفته من قبل، استني شوي إلا ما أتذكره أكيد. لك مين؟ أنتوا ليش واقفين هون؟ مسعودة يلا عشغلك. جهاد بيك ناطرك. على شو عم تطلعي؟ قلتلك جهاد بيك ناطرك. مزبوط، جهاد. تمام، جهاد ناطرني.